الواحد إذا بيستحي يصير صدق ما يسوي اللي سويته. أعوذ بالله منك من اللي عرفني عليك. يا ساتر يا ساتر. السلام عليكم، مرحبا ومسهلا يا جماعة الخير. اليوم رجعنا لكم بمقطع جديد، ولكن مقطعنا اليوم يا جماعة الخير مقطع مختلف، مو مقطع بالرتم الخفيف، لا، مقطع اليوم يا جماعة الخير راح تكون معنا سيارة من أندر السيارات الموجودة هنا في الخليج. أتوقع أن ما في إلا 3 نسخ في الخليج. السيارة هذه واصلة مبلغ مرة كبير، راح اليوم نستعرضها، ولكن استعراض اليوم لهذه السيارة راح يكون بشكل مختلف. فكرة المقطع من أول لآخرة مختلفة. إن هذا المقطع قعد ما يقارب شهر أو شهر ونص عشان أصوره، عشان تمشي الفكرة اللي في رأسي. أنا رأسي والله العظيم عنيد 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 من ناحية الأفكار، مستحيل إنه ينزل مقطع بفكرة عادية. ولكن قبل ما نبدأ في مقطع اليوم يا جماعة الخير، لا تنسون تضغطون على زر اللايك، والله ما راح يكلف أي شيء، انزل تحت واضغط على زر اللايك واشترك في القناة حبيبي وعزيز المتابع، ولا تنسى جرس التنبيهات كله تيك تيك تيك، الأمور في التمام. الشخص اليوم اللي راح نروح له الدكتور والشيف راشد العبي، شخص موثق في برنامج سناب شات يقدم محتوى طبخ. وأنا بيني وبينكم إذا جعت أمر مطبخ وما قد عندهم جيران بلاش، لازم الجيرة. الرسول وصى على 7 جار. اللي حاب يشوف سناب الشيف راشد هذا السناب الخاص فيه. ما ابغى احرق عليكم مقطع اليوم، مقطع اليوم مقطع جميل وراح تستمتع فيه من الدقيقة الاولى للدقيقة الاخيرة. برضو وانت قاعد تمشي في شيء عجبك اذكر ربك وقل ما شاء الله على الشيء اللي قدامك. مرحبا مرحبا ومسهل يا لال. لا ايش قصدك؟ ايش اخبارك؟ مساك بخير. طيب مرحبا مرحبا ومسهلا. يا هلا والله. كيف حالك؟ طيب ايش اخبارك؟ مساك بخير. والله بخير. طيب حياك. تفضل. حياك والله. كله تمام لله الحمد. الله يسعد لي. طبعا هاي ثاني مره قابل فيها راشد. مرحبا ومسهلا. والله لي الشرف. بس انه لازم بزنس از بزنس حبيبي. موضوع البزنس ما يشوف وقت. اي نعم. 10 الصبح انا حتى لو اني انا مسوي كذا. طيب راشد. اي سلام. وش السيارة دي؟ السيارة هذه اسمها بلاي ماوث. ايوه تمام. كودا موديل 74. والسيارة هذه ما راح اقول لك احنا الاول ولا الثاني ولا الثالث، لكن ما في منها الاربعة في العالم. ما شاء الله. في العالم ما في الاربعة. ما شاء الله. تمام. احنا ما ادري اي رقم. اتوقع هي واحدة منهم الزبدة. تمام. ما شاء الله. فبنشغلها وبتشوفها. تمام. بإذن الله. والسيارة حتنال إعجابك كثيرا، لأن فوق أنها كويسة مزعجة. الناس تدور الإزعاج هذا. أنا عارف طرب. قلت يا جي العصر يا ولد. العصر؟ لا لا لا، هذه هي منبه الحارة. أنا الشباب لسه ما صح، عرفت؟ فأنا لسه ما شغلتها هنا وهناك بجيتي كده. اي لا لا سوي. اجل شكلا بندفها اجل ونطلعها برا ونشغلها. ندفها بنطلعها برا. لا انت هنا اوكي. أيه. انا اتكلم عن الجيران. ما صحي اللي هنا. هي احنا ناس تصحى من بدري. الله يرحمني يرحم لي والديك. بلاي ماوث تمام. كودا نوع كودا وموديل 1974. اسلم. وعشان نفتح الكبوت نفس امام الميكرويف. بسم الله ما شاء الله. اوكي. بسم الله ما شاء الله. يثبت عمره. اي بسم الله ما شاء الله ما شاء الله لا اله الا الله. هذا قدر مندي. لا لا هذا عشان كشيف يا شيخ. لا هذا كل بليتر اتوقع يسمونه كذا كل بليتر. طبعا هذه 440 قوة الماكينه. اي وهي مجدده طبعا شوي. لازم بطاريات جديدة أشياء معينة كذا تنحط في السيارة عشان تتجدد. أي ما شاء الله ما شاء الله لا إله إلا الله. طيب يا جماعة الخير بعد شوي راح نطلع بالسيارة أنا وراشد نجرب وضعها في الشارع كيف. راشد أمورها زينة أكيد بإذن الله. مين بيسوق؟ اللي بيسوق أنا مو أنت. أنت تسوق؟ إي أنا صاحب القناة صاحب القناة بدي يذل عشان بس يعني. شغل خلنا نركب أول شيء من جوا. فتح السيارة فتح السيارة كذا. أيوه. لا ده مفتاح شقة. هاي فتح السيارة. كلها 3 مفتاح السيارة؟ نعم. يعني لو ضاع ما في أي فائدة؟ لا للثلاثة. السيارة طبعاً معروضة لل. إيه. معروضة للأجار. كل السيارات اللي قاعد تشوفها هنا الكلاسيكية. إيه. فيها الكلام هذا. والبنتلي؟ لا البنتلي مسكونة. ما حد يجيها ذي. مسكونة مسكونة. مرحبا راشد. هلا هلا والله. طبعا مفاتيح السياره انت قلت قبل شوي ان هذه كلها لها. نعم. لا ترى في مفتاحين. ايه؟ انا ما ادري شلون كانوا يفكرون صراحه. مفتاحين هذولي حق انك فقط تشغل السياره حق المراوح من المراوح. ايه حلو. ما ادري شو الفائده. ايه والمفتاح الثاني. المفتاح الاخير ذا في مفتاح الباب. هذه كلمه سر. هذه كلمه سر. ناخذ سلام.
هذا ايوه هذا الامان اوه الامان اللي ورا هذا امان ايه ثم السياره كذا ما تشتغل لازم الامان الحين المراوح يا سلام ثم بعدين نشغل السياره ما شاء الله ما شاء الله نعم هذا وش راشد وهذا وش وهذا وش هذا يا طويل العمر السلامة هذه درجة حرارة الجير ما شاء الله تمام وهذا درجة حرارة المكينة المكينة ما شاء الله ما شاء الله السيارة نفس ما قلنا مكيفة وفي الحالة السيارة مكيفة؟ نعم ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله شوف هذا الزر هذا زر اللمبات صادق ايوه هنا اقول واضح اني جبتك في الحرب انتصف اي والله بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله انا افك لك الباب ثاني بنطلع فيها الحين يا جماعه الخير طبعا لحد الان ما يدري راشد بسم الله ما شاء الله ما شاء الله راشد في سياره هنا الهبال ما يترك راشد بسم الله ما شاء الله هلا نايف هلا بالشيخ هلا والله مرحبا مرحبا يا شيخ طبعا الشغله الاخيره بس بالسياره ايه احنا حتى لو جينا نبيعها ولا شيء العطر ذا حقنا هذا براند لكم هذا العطر ذا ايه ما نقدر نعطيها ليه تاخذون بس ولا ذا ناخذه نبيع لك شيء حسافه اجا ما كنت بشتري والله بس يلا عوافي عوافي راشد اول مره في حياتي اسوي يبا صام البيت ترى انا عليهم سواقه ماني مره والله فرامل بعيد يا ولد رجعوه ولا هي قالتك لا عشان كذا يرقى الدور الثاني يا هلا حياك الله هلا والله كيف حالك طيب تفضل جعلك سالم عرفتني ولا والله الرجل الصوت مو بغير من علي اسامه اسامه يا شيخ اي حياك هلا والله علومك بشرنا عنك بخير ان شاء الله ما عاد جيت المطبخ والله راشد نقل وقلت خلاص ما عاد اجي فهمت اي والله هي ما عاد جيت الرياض بعيد الحين اي مره يا رجال علوم الشيخ والله الحمد لله كل شيء زين والله بخير الحمد لله السياره الخضراء موجوده اي موجوده وينها هي في البيت اي موجوده في البيت طيب ابيها ابيها اجار ابيها اجار ما عندي مشكله ترى نجرها ب 2005 اليوم الواحد ب 2005 إيه؟ والله هي تستاهل ولكن ما ابيها اجار يوم كامل خلاص ابشر ما يحتاج ابيها ساعه ساعه ما تسوى الساعه لكن ترى طلعتها صعبه يعني انت بتسوقها يعني اي انا ابي اسوقها يب ترى والله صعبه شوي طيب صعبه ليه صعبه من اي ناحيه اخي الحلال مو بحلال يعني ماسكه لكني اديره انهي وامر عليه بس انه صعب لان السياره غاليه ترى كذا فوق ال 200 اي انا عارف انا عارف إيه؟ طيب اسمعني لبيت حاج جون اخوك وش السيارات الثانيه الغير الخضراء دي عندكم في المرسيدس في الفلكس ويجن فيها ال 2 فيها الموستنج او الرصدار الموستنج الحمراء صح اي إيه طيب اسمعني يا شيخ خلني ابت انت جنبك احد لا لا طيب قل لا اله الا الله لا اله الا الله بعلمك وش ناوي بعلمك يا شيخ انا عارف انك انت اللي ماسك كل شيء انا شفت راشد ذاك الايام يوم كلمته قلت ابي سياره رفض اني اسوقها ترى بالطقاق خلاني اسوقها تمام اي طلع النبي ابغى اخذ السياره الخضراء تمام ما راح اسوقها ما راح اسوقها انا عارف اني قلت مستحيل تعطيني اياها ما راح اسوقها نهائيا تبغاها كيف بعلمك انا ابغى اصور فيها مقطع الله يسلمك راشد الان في الرياض تمام وابغى اسوي مقلب في راشد بالسياره اي حق يوتيوب يعني حق ضحك عادي والله
طلعه صعبه، بتصور جوا ولا تبي نطلع نطلع السياره برا اجيبها لك؟ لا ابغى نطلع بالسياره نقدر. والله ما ادري صراحه شوف، لكن شوف لا تنحرج مني، شوف ركز معي لا تنحرج مني، قل لي اذا الموضوع فيه قروشه لك عشان اجيبها بطريقه ثانيه. وفي قروشه صراحه، والله في قروشه مره. اي طيب السيارات ذي كلها للبيع صح؟ لو جاء يوم من الايام وقلت ميد راشد ان السياره هذا جاء واحد يبغى يبيعها يقدر يجربها اللي يبيعها، ولا لازم يجي يشوفها في البيت؟ يجي يشوفها في البيت ويطلع يجربها. واللي يتواصلون كلهم عن طريقك صح؟ اي عن طريقي، بس اكون معه. لازم تكون معه. طيب عربون سام، عربون ولا اقول انك دفعت عربون وكانك تاخذها وقطعت صور؟ لا ما يحتاج. اي بس اخاف انها، فهمت؟ بعلمك انا ايش بسوي. الله يسلمك، باخذ السياره. وعلى ان السياره يعني ان شاء الله ربي ما يقول ان صار لها حادث، تمام؟ اي انا شفت راشد متعلق في السيارة بشكل كبير، ما حد يلمسها، ما حد يجيها، محافظ عليها مرة، تمام؟ هي عندي خيارين، أنا جت في راسي خيارين، تمام؟ إنك ترسل لي صور، أول شيء تعرف أحد عند راشد تمون عليه، معليش في الرياض، آسف على الشطحة. في والله. إيه معليش، واحد اسمه بندر. خلاص أجل زين، أبغى بندر وأبغاك أنت، تمام؟ ركز معي، الطريقة كالآتي، أبغاك عندك صور للسيارة أنت صح؟ عندي، برسل لك. صور واحدة. خلاص اجل ابغى صور للسيارة، وانا بسوي بشي طريقتي، وبتقابل انا اياك باذن الله في الليل اذا كنت فاضي او بكرة. خلاص تمام. امانة لا يدري راشد، امنتك بالله. ما يحتاج، ما يدري الرياضة ابد. الله يعطيك العافية يا الشيخ. يلا هلا حياك الله. الله يحييك يا الشيخ. يا يا جماعة الخير، هذا اللي ماسك أعمال السيارات كلها، أنا لاحظت راشد يثني عليه بشكل كبير، هو اللي ماسك الأمور ذي كلها، وأنا تابع أصلا في السناب قبل ما أجيهم، أنا ما كنت أدري أنه هو اللي ماسك الأشياء هذه. المقلب راح يكون كيف؟ يا رب الذكاء الاصطناعي يساعدني في هذا الموقف. طبعا اللي يبغى السياره يا جماعه الخير، هذا كود الشخص اللي موجود عند السيارات، واللي يبغى يتواصل واللي يبغى يشتري واللي يبغى يستاجر هذه السيارات، هذا الكود حق الشخص المسؤول عن بيع او اجار السيارات. والله العظيم شخص عسل لابعد درجه. والان جت المهمه الثانيه، ان احنا ناخذ الصور. بعد ما ناخذ الصور يا جماعه الخير راح اعلمكم ايش راح نسوي. طيب يا جماعه الخير ركزوا معي زين. طبعا هذه هي السياره، والله ما شاء الله السياره مره جميله، حتى حالتها جديده مره. وايش راح نسوي؟ راح نستخدم فيها الذكاء الاصطناعي وان شاء الله انها تضبط. طبعا الذكاء الاصطناعي هذا داخل الفوتوشوب. ولد من كثر ما تعمقت في الذكاء الاصطناعي احس اني يوم من الايام بدرس تخصص هذا، وان شاء الله انها تضبط. يا الله يا رب انها تضبط. بنسوي كذا، بنحدد على هذه الجهه، تمام؟ بنكتب ان السياره خل السياره فيها حادث باللون الاخضر، سياره لونها اخضر خل فيها حادث. يلا يا رب انها تضبط، يا رب انها تضبط. ايوه انها بدأت تضبط. لا هذا غير شيء، شوفوا هذه حلوه، هذه حلوه، تمام؟ ولكن لا خلينا نشوف اذا في شيء اكثر. هذه حلوه، يمدينا نغير حتى، شفتوا الكتاب الموجوده نقدر نغيرها وخليه صد كنا حادث حقيقي يعني. تمام، بعد الله يسلمكم شو نسوي؟ نجي مع بعض ثواني، نجي الله يسلمكم نحدد هذه كذا، نحدد هذه كذا، تمام؟ ايوه يا سلام، يا سلام، ضبطت يا الربع، ضبطت يا الربع. ايوه كذا مبين الحديد كذا تشلخ، احسها الان صدق كنا جاء حادث شق السياره، صدق الحين بيضيق صدره. عشان نبين ان الصوره كذا، ثواني نسوي كذا، نسوي كذا يا الربع عشان الصوره تطلع الوانها واقعيه، تمام؟ نرجع الكفرات، خلي النيكل على حاله، ما راح يطري على باله ولا واحد من يعني عارف يا اسامه. طيب يمكن يدري انه فوتوشوب؟ لا ما راح يدري ابد. كفر كنا وسخ كذا صح؟ كنا السياره انعدمت صح؟ بس تصليح منه، بعد تصليح زي كذا زي كذا، بعدين نسوي كذا، نجيب مساحة كذا، كنا الكفر وسخ بالضبط نفس ما ابي. اتوقع الصورة الان جاهزة انها ترسل وبتمشي عليه غصب. يا سلام بس، ايوه لا باقي هنا تصدقون، ثواني باقي الجهة هذه. طيب نخليها كذا، نجيب مساحة، تمام يا الربع، الصورة قسم بالله العظيم انها بيرفكت. جاء الوقت الحين نرسلها لعبد العزيز، اخليه يرسلها لراشد. طيب يا جماعة الخير، سوينا الصورة بشكل كامل، رحت وصلت مع عبد العزيز، قلت له اتصل على راشد وقل له ان اسامة اخذ السيارة، وجاء الوقت الان اللي نرسل له الصورة، الصورة اللي عدلناها بشكل كامل وقصيناها عشان تكون مناسبة للجوال، عشان يعتقد انها كاميرا جوال. المهم يا جماعة الخير، بعد ما ضبطت الصورة ارسلتها لراشد، شوفوا ارسلتها بهذا الشكل. انا استعجلت، حسبت انه ما راح يرد، فجأة رسبا في المحادثة كذا بسرعة كتبت له السلام عليكم راشد، انا صدمت في سيارتك في سيارتكم، وانا اعتذر يا شيخ، حادث بسيط مو مكلف باذن الله. كتب لي لا حول ولا قوة الا بالله، وقاعد يسجل فويس يا حياة. يا ويلي، شوفوا قاعد جاري التسجيل، يا ويلي يا ويلي يا ويلي. بسم الله الرحمن الرحيم، خلني البس السماعة. حياك الله، لا اله الا الله. طيب استغفر الله، يدق علي عيال، استغفر الله العظيم. طب انا عندي حاجه بس صغيره، اللي هي اول حاجه انت اخذت السياره من غير يعني من غير اذني، هذا واحد. نفس
زين يعني انت رجعتها لي برضو ايضا يعني مصدومه ما يعني لا اله الا الله لا اله الا الله رد علي اول يا جماعه الخير يتصل علي من براد والله توترت والله اما صوته خوفني والله العظيم صوته خوفني والله انه مقلب ودي اعترف بسرعه قسم بالله العظيم يدك يدك خلنا جوالي صامت من اليوم والله دق علي مكالمتين يا عيال لحول لا ما يبرد والله توترت يا جماعة الخير بسم الله الرحمن الرحيم سجل فويس سجل 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 جاري التسجيل بسم الله يا ولد توترت أول مرة سجل مقطع كذا أحس إني صدق بتوتر أنت من جد أهل أهلك أنت ما ترد رد يا ولدي رد أبيك ضروري رد يا ابن الحلال انا قاعد ادقدق عليك انت رد علي يا ويلي والله نفس بسم الله الرحمن الرحيم ايش سويت انا يوه رد علي يا ابن الحلال والله نفس والله بعد خير والله نضاق والله ما ادري ايش اكتب له يا ويلي والله وتري يا جماعه الخير وتري صح المقلب ترى وسام في الاخير ايش فيك يا ولد وترت والله اني خف عليكم السلام الله يسلمك وشي الله يسلمك لا 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 جعد خير والله العظيم اني خفت ايه والله اني ما اخفيكم اني خفت والله اني خفت والله العظيم اني خفت قسم بالله العظيم اني خفت اعوذ بالله يا ويلي ايش سويت انا صح اي مقلب قسم بالله اني طلعت في جو المقطع طلعت الله يسلمك يا شيخ ما صار الا الخير وانا اخوك ما صار الا الخير وانا اخوك ان شاء الله ما صار الا الخير ان شاء الله والله ما ادري ايش اكتب له استغفر الله العظيم وترت ما اقدر ارد الحين لاني خايف والله ما اقدر ارد اني خايف قسم بالله العظيم يسجل فوز ثاني نو هذا ليه ما نام 3 الفجر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم هي على كيفك انت الحين ما ترد ادقدق ما ترد هي على كيفك الان صادم بالسياره ما اخذها من غير اذني وما ادري ايش وش بفلوس حرامي هي ولا فلوس انا سارق السياره انا يا ابن الحلال رد علي الله يرحم لي امك وابوك يا ويلي والله يا هو نفس اف قل لا اله الا الله كيف اقول له انه مقلب الحين كيف قل لا اله الا الله والله اني بلشت قل لا اله الا الله وانا اخوك والله اني خفت والله ما فهمني خبصة برد إن شاء الله إن شاء الله بس أصبر سجل أنت خليت فيها أخو ولا خليت فيها أحد ولا خليت فيها معرفة ولا خليت فيها شيء خليت فيها كذا ما أدري إيش قاعد أقول لك يعني أنا ما أدري ليش قاعد أناقشك الحين أدق على الشرطة أصفقك أجلدك أخ والله أني خايف بس أصبر ثواني إيش والله بسيطة وأنا أخوك كلها فتشوب يا أخي والله بسيطة وأنا أخوك ما عليك الأمور من ساعة هنا بينقر الزيادة الأمور من ساعة بإذن الله والله توترت الحين هو في الرياض يا جماعة الخير يعني لو إنه في الخارج انطقيت هو الآن نقل كل مطبخ للرياض هو عنده مطبخ حق طبخ وحق أكل وكذا إيش قاعد تقول سامة بإذن الله أوف متصل علي ثلاث بسم الله الرحمن الرحيم بقول له أنت وينك بقابلك أنت تعرف الله أصلا أوف تعرف الله اصلا صل على النبي صل خلني بسجلها فويس السلام عليكم بسجلها فويس كني مصدوم تمام في الحادث الله لا يقوله يا رب السلام عليكم مساء الخير راشد كيف حالك طيب لا اله الا الله الامور من ساعه وانا اخوك كل شيء بيزين باذن الله ترجع ان شاء الله افضل من اول لا تشيل هم وقدر الله ما شاء فعل يعني ايش فيك راشد يا اخي والله ما ادري الحين كيف اعترف له انه مو مقلب حرفيا هذه دقيقه وين بتشوف كيف اعترف له انه مو مقلب هذه شوفوا مشت عليه مبلحه وكنا حادث في الواتساب المهم ما يكتب هذا الكلام من عندك ولا كيس اي كلام اوف والله زعلان العظيم صل على النبي الحين كيف اقول له انه مقلب مالي يا جماعه خير اعترف له بشيء واحد دقيقه راشد حبيبي ترى موتر يعني ان شاء الله انها ما جت في الاوادم وانا اخوك والامور من ساعه يا شيخ لا تشيل هم وابدا بترجع ان شاء الله افضل من اول تذكر كلامي انها بترجع افضل من اول وانا
اعتذر منك وانا اخوك ترى مو الغلط مو مني بعد. دينا لفت علي وشالت السيارة. دينا لفت علي وشالت السيارة. طيب بكرة كانوا معاي اخوياي اتعطل علشان غلط منك. اوف والله عد ترى صدق اوف صدق وش حادني اتحملك. اوف اوف مالومة سيارته سيارة بزنس يعني حقت بيع وشراء سيارة نادرة مالومة. والله العظيم اني مالومك يا راشد. والله يكتب والله والله نفس نفس مرة مرة نفس مرة نفس وصل اخر مرحلة. عشان كذا دام نفس يا جماعة خير لازم اكشف الاوراق. والله توترت توترت. وين السيارة بدون حادث؟ وين السيارة بدون حادث؟ ثواني ارسل لي رسالة قبل شوي. ثواني نجيب سيارة صورتها بدون حادث. كانت موجودة هنا. ايوه هنا هنا مع ذولي مع ذولي شوف. دقيقة نجيب سيارة صورتها بدون حادث. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. والله هو نفس. وين صورة السيارة بدون حادث؟ ما عاد لقيتها. دقيقة اعوذ بالله منك من اللي عرفني عليك ذا. الواحد اذا بيستحي يصير صدق ما يسوي اللي سويته. أعوذ بالله منك من اللي عرفني عليك. يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا جماعة الخير. والله هو نفس. أوف يما نفس نفس ما أقدر ما أقدر. والله إني ضعت ما أدري وين حطيت الصورة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيوه هنا الصورة أتذكرها. بسم الله الرحمن الرحيم. نقص الصورة كذا ونجي يا جماعة الخير على الفوتوشوب نجيب الصورة هذه نحط الصورة الثانية هنا تمام. وش بنسوي وش بنسوي كذا نوسعها. هذه هنا نجيب هذه نكبرها. والله اني حيوان. بسم الله الرحمن الرحيم كذا تمام الصورة. اخ يا راشد ثواني اكتب قبل وبعد قبل بعد. خلي الصورة هذه على جنب سجلها فويس ثاني على السريع. السلام عليكم مساء الخير وانا اخوك صل على النبي يا رجال سيارة ما تستاهل يا رجال وبرسل لك صورة بعد شوي. لا 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 لا, لا, لا. انا اسف. كان مقلب خبيب بلا برسل له ضحكة. بكتب لراشد راشد حبيبي انا قاعد اكتب الجوال ليه خايف راشد حبيبي. ما بي اي شيء. السيارة امزح. اخ راشد حبيبي ما بي اي شيء السيارة. يا الله انه منفس والله انه منفس. ها 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 يعني طيب. راشد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بس كنت اسجل مقطع انا اخوك فالامور منزعة. الله يسعدك يا رب ويفتحها لك على ذان هذا الفجر ويسهل لك من حيث لا تعلم وانا اخوك. يسمع الفويس يسمع الفويس. مقلب يا ابني مقلب يا ابني خلاص 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 لا تعصب. والله بدي نسيت الكيبورد يا جماعة الخير يسجل فويس. يا ويلي يا جماعة الخير بغى يقتلني. الله يرج بليسك. والله العظيم انت بزر. انا بزر. يو صدعت على ما ادري ايش على إنا لله وإنا إليه راجعون. آسف أمسك سؤال تكرهني. والله يا راشد اللي جيتك في الوقت العكر. أنا عارف إنك قاعد تنقل مطبخك كامل من خارج الرياض وعارف إنك متقروش لأبعد درجة فكنت قاعد أصطاد الوقت حرفيا. طبعا يا جماعة خير هذا سناب الشيف راشد. آخ إذا تبي تسمن أبع. والله يطبخ طبخ ما شاء الله لا إله إلا الله. شكرا لك لايك واشتراك. شكرا لك شكرا لك يما انا ليه قاعد اشكره شكلي خايف صح. شكرا لك يا شيخ واخر مره اسوي فيك مقلب والذي رفع السماء بلا عمد ان اخر مره يا راشد. خلاص مستحيل مستحيل. سياره قيمتها 250 من 300 تيجي تصدم فيها وماخذها بدون اذني. اخر مره تسوي فيني مقلب حليلك. مو باخر مره تسوي فيني مقلب يعني هذه يمكن اخر مره انا افتح السناب انت مكلمني فيه اصلا. مو بسناب واتساب مو بس واتساب اتصال لا مو باتصال. لو ان شاء الله في جوجل موقع في مطعم معين هناك ما يبراد حتى عليك هناك فيه ببلكك حتى من عيني. يا ساتر. نحط له فيس اتباك. ما يوم خفت 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 قسم بالله العظيم اني خفت. سيو.
طيب يا جماعة الخير، إلى هنا وصلنا نهاية مقطع اليوم. والله أحتاج وقت كبير عشان تشوفون بس اللقطة البسيطة هذه. والله العظيم إن قعدنا ما يقارب شهر كامل أنتظر الفترة هذه بس اللي ينتقل فيها ويكون ما هو موجود في البيت. سبحان الله حقنا بلكني. إي والله بلكني. لا ما بلكني. أشوف. لا تنسون تضغطون على لايك وتشتركون في القناة. طبعًا هذا سناب الشيف راشد، برضو هذا سناب يا جماعة الخير الشخص اللي عنده تنسيق المواتر والشخص اللي يبغى يشتري السيارات أو يستأجرها، هذا سناب الخاص فيه. وأشوفكم في أمان الله يا جماعة الخير في مقطع جديد. سلام عليكم. صح بقى شو على 500,000، اضغط على زر الاشتراك واللايك. سلام.